بس انت مش ما ملاحظ، اعاقبش على بس على انت مش ملاحظ تصريحات. ان تصريحات اللعيبه دلوقتي بتعمل ازمات كتير يا عمرو؟ لعيبه الاهلي بس؟ لا مش حد تاني، لا لعيبه في كتير. الزمالك لا لا بيطلعوا في منتهى الشياكه والذوق ولعيبه الاهلي بيطلعوا يا عم في كل، يا عم الاهلي هم اللي عاملين مشاكل. لا لا كهربا اللي عمل مشكله، وادي قفشه عمل مشكله. لا عمرو بالنبي، لعيبه الزمالك ما في كلام، في كلام طلعوه نجوم الزمالك كله مردود عليهم يا عمرو، بس احنا مش في قناه الاهلي هنا عشان نسيت لك الحاجات دي كلها. يعني في لعيبه من الزمالك طلعت قالت كلام كله كذب. مين؟ لا في لعيبه كتير قالوا كلام كذب. كلام كذب؟ اه طبعا. بخصوص ايه طيب؟ ان هم النادي الاهلي فوضهم، ان هم كانوا قريبين جدا من النادي الاهلي، ان في مسؤولين من النادي الاهلي كلموهم. مين؟ طب مين قال كده؟ لا في في لا في 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 مين قال كده؟ في لا لا في في. طب ما نقول اسمه. بقول لك انا القصه يعني شيكابالا، قصه توقيع النادي الاهلي فيها كتير جدا جدا مش حقيقيه. انت كنت عاصرت القصه دي؟ طبعا طبعا. طب ما تحكي لنا. انا كنت واقف في الاوضه لما الله يرحمه عم حسين حنفي مصور النادي الاهلي العظيم دخل صوره. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لنا. ان هو دخل وقال للنادي، يعني مش عايز اقول لك، بس يعني ليه ما تحكي؟ ده لعيب كويس ولعيب محترم وانا بحبه على المستوى الشخصي، لكن ما ينفعش يقول لك ان انا مش عارف كنت هشجع ولو كنت قاعد على دكه النادي الاهلي. حرقاك قوي. هي دي اللي حرقاك. لا يا عم هي دي اللي حرقاك. ما دي تصريحات يا عم. ده الطبيعي بتاع شيكابالا. يعني ايه طبيعي يعني؟ انا مصدق شيكابالا. طب اسال، ان هو ده الطبيعي بتاع شيكابالا. لما هو ده الطبيعي يروح للاهلي ليه؟ عشان نادي الزمالك ساعتها ما طلبوش. طب يروح لنادي ثاني مش راح لعب. معلش عشان تبقى منطقيين يا استاذ علاء، اي لعيب الاهلي هيقفل باب في وشه هيروح هيروح القلاع والعكس. طب ما راح الاسماعيلي قبل كده. طب ما راح الاهلي يا باشا. طب ما لعب في الاسماعيلي، ايه المشكله يعني؟ هو شيكابالا مش لعب في الاسماعيلي؟ مع كامل الاحترام. طيب يعني بس دايما اللعيبه تفكر ما راحش ليه دوري عربيه. طيب طالما ان الدنيا مقفوله، لكن ما ينفعش اروح النادي الغريم واطلع اقول للناس انا قلت مش عارف للمسؤولين في النادي الاهلي لو الزمالك جاب جون انا هقوم احتفل. الكلام ده حصل. انا مصدق شيكابالا لان ده الطبيعي بتاع شيكابالا. يعني الكلام ده ما حصلش في طيب. حضرتك موجود؟ اه طبعا ما حصلش. طبعا القصه كلنا عارفينها. انت ما حصلش شفته؟ كنت قاعد معاهم يا عم. كان في نفس يا عم انا كنت كاتبها في مجله الاهلي قصه كامله يا باشا. فاهم يا عم؟ كنت في النادي الاهلي وكلام القصه كامله. انت حضرت حواره مع عدل القيعي يا عم؟ كنا واقفين قدام الباب وطلع اتكلم معانا واتكلم مع مع مع. انا عارف ان وقع. طب ما حد قال ان ما وقعش. اه لكن النادي الاهلي اتكلم مع باوك، وباوك رجع مش عارف 600,000 دولار. بعد كده لما عرفوا النادي الاهلي قال لك هنزود المبلغ شويه وبتاع، لكن ما وصلتش القصه. مش عارف، لا مش عارف ده اتصل وده مش عارف عمل ايه. ورحت اتمرنت بالليل في لابس فين بيضة. شيكابالا حراق يا عم. حرام لا يا عم. ما يا جماعه يا عمرو انا بتكلم على ان تصريحات اللعيبه دلوقتي في الاتجاه ده مش هنتكلم يا عمرو. انا بتكلم على ان تصريحات اللعيبه. لو سمحت اتكلم عن تصريحات كهربا يا زلمه. احنا بندينها يا عمرو. انت بتدين تصريحات كهربا يا استاذ علاء؟ اه طبعا. طبعا ما ينفعش يا عمرو. يعني هو احنا قاعدين فين دلوقتي؟ يعني هو دلوقتي كل لعيب يطلع في التلفزيون قال الدنيا ولعت في مصر. يعني ايه اللي في ده؟ الاهلي برضه محدش من لعيبه الزمالك ولع ولا حد قال حاجه خرجت على. طب لو محمد شحاته قال لك اللي كان في مفاوضات مع الاهلي مين ده؟ محمد شحاته. عادي. ايه المشكله؟ ايه عادي يعني؟ ايه عادي يعني؟ يعني اكيد الاهلي فوضه. ايه المشكله؟ ومين قال لك الاهلي فوضه؟ بس ده تصريح ما يعملش. ايوه بس لا ماشي ماشي ماشي. ايه المشكله في ده؟ بس انا اقصد لعيبه الكوره. محمد شحاته لعيب كبير يا سيدي. لعيب زي الفل مستقبل الكره المصريه وحاجه زي الفل يا باشا. لعيب محترم وكل حاجه. مفيش مشكله انك تفوض لاعب. انا مش عايز كل لعيب يطلع في الفضائيات يحكي قصص وحاجات او يعمل السوشيال ميديا. احنا اكتشفنا ان الدعم اللي كان بيحصل من نجوم الزمالك للاهلي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، ودعم جمهور دعم الاهلاويه للزمالك بتاع، اكتشفنا ان ده كذوبه. بمجرد ماتشين ما انتهى كل رجعنا تاني لسيرتها الاولى. ايوه لا لا رجعنا تاني للتلسين، ورجعت القنوات الفضائيه تاني. ده يستضيف واحد ويقعد مش عارف يهين رموز النادي الاهلي، وده يطلع يهين رموز النادي الزمالك. فين ده حصل؟ فين يا جماعه؟ عمرو انت عشان انت حصل من كهربا فقط. لا والموضوع انتهى. لا مش